شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمة سيادتكم، والتي بها يعلن انطلاق أو افتتاح الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. وتأكيدا على أهمية هذا المنتدى، حرص السيد أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة على أن يكون جزءا من هذا النقاش المهم. نعرض الآن رسالة سيادته. I am pleased to address this forum. يسعدني أوجه حديثي لكم المختص بالسلام والتنمية في أفريقيا. إن التنمية المستدامة والشاملة مهمة للغاية للقارة الأفريقية، وهذا هو أفضل طريقة لكي نواجه الأزمات المنتشرة في المجتمع الأفريقي. إن جدول أعمالنا للتنمية من 20 لـ63 تربط بين التنمية والسلام، وإن مشاركة الاتحاد الأفريقي إسكات الأسلحة مهمة للغاية. كذلك فإن هذا كان بين أهمية مشاركة المرأة والشباب. ذلك فإننا ملتزمون بتحقيق هذا الهدف. إن أفريقيا لديها النشاط وهناك فرص كبيرة، وأتطلع إلى مزيد من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمناقشات المنتجة بيننا وبينكم. السادة رؤساء الدول والحكومات،